عندنا النهارده اسرتين، طفل في كل اسره وجايب معاه حد من صحابه. هنعرف دلوقتي حالا ليه لما نتعرف عليهم. نبتدي على طول باول اسره ونقول صباح الخير. صباح الخير. انت لسه ما صحيتيش؟ نصحى كده ونفوق. قولي لي اسمك ايه وعندك كام سنه؟ اسمي زينة. ماشي، وعندك كام سنه؟ 6. لوحدك كده 6؟ ماشي. انت عندك اخواتي زينة؟ اه. عنده قد ايه؟ عنده 11. 11 ايه؟ شهر. 11 شهر، عشان كده معرفش يجي يلعب معانا النهارده. طب انت جبتي مين معاكي النهارده؟ اللي هو مين؟ محمد. محمد يقرب لك ايه؟ ابن عمي. ابن عمك؟ وبتلعبوا مع بعض دايما؟ ماشي، اوكي. ازيك يا ابن العم؟ عامل ايه محمد؟ كويس الحمد لله. انت عندك كام سنه وفي سنه كام؟ عندي 10 سنين. اوكي، سنه كام؟ سنه 6. سنه 6؟ ماشي. مبسوط ان انت جاي تلعب معانا النهارده؟ حظك حلو بقى ان انت ابن عمك صغنن، فانت جاي تلعب بقى بداله، صح؟ هنلعب بقى باسم العيله. ها ماشي، حماس بقى. نصحى من النوم، ها احنا نايمين. ايوه يا زينه ماما. رحب. رحب، ازاي؟ ازيك؟ عامله ايه؟ تشتغلي؟ لا، ربه منزل. ربه منزل، اهلا وسهلا بيكي. تسلمي. و اسلام. اسلام. اسلام محمد. ازيك اسلام؟ بتشتغلي ايه؟ انا اخصائي شبكات في شركه سنتر. اه يا حبيبي. اه عملاء برضو كده. اه لا، ربنا معاك. من تحت الغطا يعني، احنا مش باينين في الصوره. مش باينين. اه مش متصدرين للمشكاوى وكده. طب الحمد لله. انتوا من القاهره؟ اه. اصلكم من القاهره؟ اجدع. نخش على الاسره الثانيه، الاستاذه جينيسيس. اسمها كده، ازيك يا جينيسيس؟ الحمد لله. عامله ايه؟ كويس. احكي لنا بقى، عندك كام سنه؟ عندي 8 سنين. وفي سنه كام؟ برايمري 1. ماشي. انت عندك اخوات؟ عندي اخت صغيره عندها سنه. سنه، عشان كده برضو مش هتعرف تيجي تلعب معانا هنا. ايوه. جبتي مين معاكي بقى؟ اليورا. اليورا؟ اليورا تقرب لك ايه، او صاحبتك ولا ايه؟ صاحبتي. صاحبتك البيست فريند شكلها. ازيك يا اليورا؟ الحمد لله. انتي صاحبتها بقالك قد ايه؟ احنا صغيرين قوي يعني؟ ما انتوا لسه صغيرين. كم سنه يعني؟ ايه؟ مش عارفين تعدوا؟ سنتين مثلا. سنتين؟ انا قلت انت يا ما فعلا كنتوا لسه صغيرين. يعني طبيعي يعني، تلاقيهم من نص عمركم مثلا. انتي عندك كم سنه قلتي؟ 10 سنين. 10 سنين، انتي اكبر صح؟ طب نايس، اوكي. وعارفين تتفاهموا مع بعض عادي؟ ايوه. مفيش مشاكل يعني، مفيش حد حاسس ان هو اكبر من التاني واصغر من التاني وكده. حاجه حلوه جدا جدا. طيب ماما سيلفيا. سيلفيا مامت جينيسيس. جينيسيس. والنهارده برضو ايه؟ تبي زي مامت اليورا. ايوه. قولي لي بتشتغلي؟ دراسه انجلش. اوكي، مدرسه بقى وعندك ديسيبلين وتي. ماشي، هنشوف بقى الديسيبلين النهارده اخباره ايه. ونروح للاستاذ امير. امير عادي الحمد لله. عربي. عادي جدا. اوكي. عندي مصنع ملابس. نايس. رجالي ولا حريم؟ حريم. لا اللي بنتكلم بقى بعد اوكي. عبايات اصلا؟ اوكي. نايس. طيب انتوا منين؟ من القاهره برضه؟ القاهره. اصلكم القاهره، حلوه قوي قوي قوي. في بقى وسائل مساعده احب اقولها لكم حضراتكم. عندنا فقره بسالكم فيها اسئله، وسائل المساعده هي ان انتوا تبقوا عندكم استدعاء ولي امر عشان يساعدكم، مش عشان يعمل حاجه ثانيه. دي بتبقى حلوه دي. ايوه. او تغنوا بقى، واحنا بقى نشوف بقى الموضوع يبقى عامل ازاي وربنا يستر. يعني انا مش بحب الغنى قوي. يعني ان شاء الله ربنا ما يحطكيش في موقف تبقي بتستخدمي فيه وسيله مساعده. يلا نعرف بقى ايه احنا عارفين بعض قد ايه، وانا عارفه ان انتوا ايه، مش يعني مش اسره عايشه في البيت، فهنسال شويه اسئله ايه ليها علاقه بالصحاب وعلاقتكم ببعض. اوكي، قولي لي بقى يا زينه، مين اكتر شخصيه كرتون محمد بيحب يتفرج عليه؟ ايه؟ بيحب سبونج بوب. بتحب سبونج بوب؟ ايه ده، برافو. ماشي اوكي. قولي لي بقى ايه اكتر حاجه بتضايق جينيسيس؟ انا مثلا اسيبها وامشي. انت بتسيبك وتمشي؟ طب بتتضايقي ليه؟ عشان انا مش مصاحبه حد غيرها. لا بس يعني هي ممكن تروح وترجع تاني عادي، وانت تصاحبي ناس تانيه برضو لازم. لا اللي هو لما تكون راح تعمل حاجه مع مامتها وتيجي، ده عادي. بس اللي هو ايه، تروح تلعب مع حد تاني، انا بتضايق من الموضوع ده. بتغيري من الموضوع ده؟ لا مش بغير، بتضايق. بتضايق. مش مصاحبه حد غيرها. اوكي. يا روحي ربنا يخليكوا لبعض، بس لازم تتعرفي على ناس برضو تانية، ويبقى عندك ناس صحاب اكتر كمان، عشان ما حدش يتضايق لما حد يروح لحد عادي. ماشي اوكي. طيب ماما،
قولي لي ايه اكتر حاجه زينه بتحب تاكلها؟ ملوخيه. ملوخيه يا زينه؟ وانا كمان يا زنزوني. ماشي، ايه اكتر حاجه جينيسيس بتتفرج عليها في التلفزيون؟ اكتر حاجه جينيسيس بتتفرج عليها في الكرتون الكرتون نفسه التلفزيون. الكرتون. بتحب تتفرج على هو كرتون؟ انا مش بتفرج اللي هو على الكرتونات قوي قوي اصلا يا بابا. بابا اصلا واضح ان التعارف هنا قوي جدا جدا. طيب بابا مفيش بابا. طب بابا اسلام قول لي ايه اكتر حاجه او اكتر يعني كرتون زينه بتحب تتفرج عليه؟ هو كرتون اسمه بيج هيرو. هي معلقه معاها شخصيه اسمها باي ماكس. لا ده احنا متابعين بقى. لا ده بابي نديله سقفه ده. برافو. طيب قولي لي جينيسيس مين اكتر حد ماما بتكلمه في التليفون؟ تيتا. اوكي. مين اكتر حد محمد مين اكتر حد عمك بيحبه في عيلتكم؟ تيتا. تيتا ماشي. ماشي مش هقدر اقول حاجه طبعا. طيب قولي لي اكتر حاجه اليورا وجينيسيس بيتخانقوا عليها. بيتخانقوا عليها؟ اه جيسي صاحبتهم بيتخانقوا عليها. يعني بيتخانقوا مين يبقى صاحب جيسي اكتر؟ مين يقعد مع مين اكتر؟ يوه احنا نقعد بقى نقعد نتخانق الخناقات دي بقى. محتاجين نتكلم في الموضوع ده يا جينيسيس. ماشي اوكي. واضح ان الاسره دي متعرفه على بعضها كويس جدا جدا جدا. مش هنتكلم اكتر من كده في الموضوع ده. واضح ان الاسره دي برده متماسكه وده بجد عارفه بعضها.